يلا الاخوان ونشوفوا محمد، ها هو جايب تاني العسل وجايب تاني الشيء ديال الزيت. صراحة تيسولوا عليك الناس، تيسولوا عليا الناس بزاف الصراحة. تيقول لك فين محمد؟ احنا مع الخدمة ومع الجري غاشي الزيتون ريفنا كاع، كل مرة تنسقيو بحال ما تنسقيو، ياك تنسقيو بحال ما تنسقيو. احنا تاني جبنا اليوم تاني العسل تاني، داك الشيء ما نتذكروش. كاين دابا وقيت العسل، وقيت العسل، كاين الزقوم، كاين الزعتر، كاين اخويا الخروم، كاين اخويا الكاليتوس، كاين الليمون، كاين الشوك، كاين الدغموس، كاين الارز. ولكن دابا اللي وقيتو دابا مزيان هو اللي وقيتو هو الزقوم، هو الزقوم، الزقوم والزعتر والخروب. الزقوم والزعتر والخروب، ها هو الزقوم. نوريوه للناس يشوفوها، حنا علاش جبنا الجبابل باش يبان لهم العسل. ها انت الزقوم، ها ونتحدى شي واحد يجي يضرب غير قد هاد الشويه اللي في الجبانيه وما يشربش الماء على ربع ساعه. ها هذا راه ديال الزقوم، شتيها تبارك الله كتيبان. ها نوريو لهم حاجه بحاجه، هذا ديال الزقوم، هذا الزقوم دير باش مليح المليح المليح، شوفوا اللوان ديالهم اللي فيه. وعلاش ها هو ديال هذا العام، شتي كي كحل. ها هو ديال هذا العام الزعتر، ها هو الزعتر، ها هو شوف كي داير المليح. وراه تنصيفطو للناس نقول لهم ما تخلصوا تذوقوا كاع، اش خاسرين حنا. ذوق اخويا وبالصحه والراحه، جيب معاك جبانيه وذوق، ولا ما عجبكش ما تخلصوش، كاين المشكل. هذا قلنا ديال الزعتر، هاو هذا ديال الدغموس، شو ديروا له السكوتش بعد مرات. شوف هذا ثاني ديال الدغموس كحل، حيت تيجي من الصحراء، هاو وراه قليل هاد العام بحال هذا، والله تيقول لك داك حل اللون ديالو بحال هذا في الرباط ولا كازا عند هذوك الناس اللي تيقا كاع، يقول لك 12000. ها هو حنا غا ب 6000، ها شوف كي دايره، اللي ضرب غا جوج عواشق من هذا ما يعاودش الهضره. ها هو ونصيفطو لبنادم حتى لعندو، ولا ما عجبوش ما يخلصوش. ها هو انا قلنا هنا خوي الزيت، خوي الزيت نشوف الزيت، الزيت الثاني ما نعاودوش الهضره. هاد الزيت شفت كاين عندك النوع، واه هادي ديال شهر 11 وهادي ديال شهر 12. هنخبو لهم من هادي، هادي هي مختلفة في اللون، واه هادي ديال واه بحال بحال هادو ديال شهر 12 وهادي البكرية. واخا هادو ما مقادينش في اللون بحال، ماشي مشكل بقات في الذوق. هاتا هادي البكرية ديال شهر 11، هاي نوريوها للناس. شوف كي تبان في الجبانية قد ما تتخوى قد ما شتي الكولور ديالها تيتغير، راه وشوف بحال النبولات بحال الغاز، بحال شتي بحال الغاز بحال هذيك هي الزيت. راه اليوم باش نخويو لهم من الاخرى ديال شهر 12 باش الناس يشوفوا، حنا تنوريو للناس ماشي الناس راه مولفينا. ها انا تديرش الدواز، كاين الدواز، ها بغينا زعما نختصروا الوقت، ما كاين الدواز. ها بالنسبة للثمن شحال دايره؟ 1900 درهم، الاخرى حتى هي 19. ها هادي ها هي هادي فيها شويه الكحل، الكحل والخضر بجوج، وما هادي فيها الاغلبيه الزيتون الخضر. انا صافي حنا راه المغاربه راه ما ساهلينش عندي، غادي نبقاو معاهم ديما هكا حتى للنهايه ديال الفيلم. ها انت شوف هادي تاني تتبان صفرا شويه، هاديك تتبان خضراء، هادي تتبان تاني صفرا شويه، مختلفه على الاخرى، مختلفه. هذيك خضره شويه بزاف حيت فيها الزيتون الخضر، وهذه فيها شويه الزيتون الكحل. المهم اللي بغى شي حاجه نصيفطوها له، قول له شنو تيبغي. النمره ديالك قول، النمره 06 11 87 01 98 06 11 87 01 98 ام العنصر، ام العنصر. وتنصيفط لجميع المدن المغرب كامل، تنصيفط ليا الزيت يا العسل يا اللحم، كاين عندي تا السمن راه ما جبتوش، خليته نديرو نوريه لهم. الله يحفظك، اللي بغى شي حاجه مرحبا، راه تنصيفط الكوموندات تاع يوصلوا عاد بيت تخلصوا. سمعتيني اخو خالص، اللي بغى العسل تهلاو فيها ويجي هو يذوق بيديه، اللي بغى شي كونتيتي يجي نخوي ليه العسل ياكل تيشبع عاد يدي. والمهم تنقول للمغاربه مرحبا بكم، اللي بغى شي حاجه راه نصيفطها لجميع المدن، والتقليد عليا انا، التقليد عليا غدا امام الله، اقسم بالله تنضربوا على هادشي تماره باش نجيبوا شي حاجه اللي تحمر لنا الوجه تزيد بنا القدام. كي داير الزيتون هاد العام صراحه؟ الزيتون هاد العام عندنا هنا ناقص،
صراحه ناقص ما كاينش ما كاينش. انا اللي عندي واحد شويه ول باش ما نكذبوش على الله. شو تسقيو هنا من العين؟ نسقي من العين. راه قلنا لهم دابا نصوروا لهم، غادي نصوروا لهم البلاصه منين خرج الماء والواد غادي تسقيو. تسقيو من لاله قمره؟ تسقيو من العين كاع الزيتون اللي هنا. لا السميه ديالها لاله قمره. لاله قمره. حنا راه ما تنسقوش بالبيار ولا تنسقيو من البراج، تنسقيو بالواد. الواد الواد خرج من الجبال. دابا نوريو لهم هذا، راه خصنا الا جيتي غدا ولا بغدا نصوروه لهم ونصوروا لهم الزوات ونصوروا لهم الزيتون باش الناس يقتنعوا. ومن هذا المنبر تنقدم التحيه للمغاربه كاملين اللي في المغرب واللي في اوروبا واللي في امريكا، وتنقول لهم كل عام وانتم بخير، واللي خصاتو شي حاجه مرحبا.